السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أريد أن أقول لكم أنني ممتنة جدا للكم الهائل من التفاعل والشكر الذي تلقيته من خلال وضعي للفيديو الأول. تضمن نماذج مباراة متصرفين من الدرجة الثانية والثالثة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فبدوري أشكركم أيضا. فهذا كله في سبيل النجاح إن شاء الله والتوفيق. وطبعا استجابة لطلباتكم، ارتأيت أن أعرض فيديوهات أخرى في هذا الصدد. نبدأ بالامتحان الأول، مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية. الموضوع الأول، ما هي الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة بمجال الصحة والحماية الاجتماعية؟ الموضوع الثاني، دور المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة في تدبير المؤسسات الصحية بالمغرب. نمر إلى الامتحان الثاني. دائما مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية. الموضوع الأول، في إطار مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تستهدف السياسات الحكومية الصحية تأهيل العرض الصحي بما يستجيب لانتظارات المغاربة في تسيير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها والتوزيع العادل للخدمات الاستثنائية عبر التراب الوطني. تحدث عن تأهيل العرض الصحي كإحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. الموضوع الثاني، تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية الوطنية وضمان تعزيز جاذبية القطاع. في نظرك، ما هي أسباب هذه الظاهرة وما هي الحلول والتوصيات المقترحة للحد من تأثيرها؟ اكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم باقي النماذج وتحليل بعض النصوص إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لكم مني كل حب والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.